أما هلأ نور رح نروح لفقرتنا الاجتماعية، ودائما بنحكي عن الأسرة. الأسرة هي مسار للحياة، للأفكار، للإنسان ينطلق منها للحياة ويبني نفسه ويكون شخصيته بشكل عام، وممكن تكون هي المؤثر أيضا على علاقتنا بالمجتمع ككل. أكيد سلمى، كتير مهم اليوم يمكن العلاقات الأسرية والبيئة الأسرية في تكوين الشخص أو الطفل، وبتأثر بالمستقبل قديش هيدا الشخص ممكن يكون عنده شخصية قوية استقلالية أو شخصية مضطربة نفسيا. يعني نحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الاستشارية الأسرية رهف سبحجي. يسعد صباحك وهو واحدة فيكي. صباح النور. يسعد أوقاتك أستاذة رهف. خلينا نبلش محاضرتك من العنوان العريض، واللي هو الأسرة هي مركز الحياة عند الإنسان، وهي خليني أقول الحاضنة الأساسية لتكوين هالشخص اللي بده ينطلق للمجتمع. قد ايه بنسمع بنقول الجو عنده بالبيت أو الجو العائلي هو بيأثر عليه، أو لأنه هيك عنده بالبيت طلع هو عمل هيك بالواقع. صحيح. نحكي عن هاي الفكرة وقديش هي مرتبطة فعلا بحياتنا وردات أفعالنا. هلأ المرة الماضية حكيت عن الحالة العاطفية ضمن الأسرة. فحالة العاطفية، شان الحالة العاطفية كان أنه كيف يكون في مودة بين الأب والأم، والولاد بيتعلموا من هذا الموضوع. لما دائما يكون في حب، في مودة، في رحمة، الأب عارفان يتعامل مع زوجته بطريقة صحيحة قدام الولاد، فالولاد أوتوماتيكلي بتلاقيهم خلص صار عندهم هذا الموضوع طبيعي، وصيروا بيتعاملوا مع بعضهم بحب، بعطف، باهتمام أكثر. بصيروا بيلاحظوا أنه نحن كيف لازم نتعامل بحياتنا، نتعامل ضمن الأسرة، نتعامل خارج الأسرة، كيف نحافظ على أسرتنا بشكل نكون أقوياء، نواجه كل الصعاب. فهون لما الأطفال بيشوفوا الأب والأم كيف عم يتعاملوا مع بعضهم بطريقة صحيحة، هون بقى بصير عندهم حالة من خلينا نقول القوة، الثقة، كيف يعرفوا يتعاملوا مع أي موقف، أي شيء بيواجههم بالحياة. فدائماً القدوة هن الأب والأم. كتير مهم يركزوا على حالهم. هلأ ضغوطات كتيرة، فأوقات كتير معلش نتحمل بعض. يعني كمان صحيح مثلا اوقات الرجل كثير بيكون مضغوط من اعباء الحياه، بيرجع على البيت، كمان الزوجه بدها تراعي هذا الموضوع، وهو كمان بنفس الوقت يعني لازم يعرف انه هي كمان هي عم تعاني معه. صحيح. يعني مو بس هو لحاله انه هو برا عم يعاني، معناتها لا، الموضوع بس عنده تفاعلي وتبادلي. تمام، دائما لازم يكون في تفاعل بين الاسره، بين الاب والام. فالاطفال بصيروا بيهدوا، بصيروا بيركنوا لما بيلاقوا هاي الحالة، خلينا نقول حالة السلام والطمأنينة ضمن الأسرة، ضمن البيت، فبتلاقيهم عم يحاولوا أنه يساعدوا. بصيروا حتى يعني بأي موقف تلاقيهم كلهم واقفين مع بعض، إيه شو بدنا نساعدكم، شو نعمل، شو نساوي بأي شيء بيصير معه. هاي نقطة كتير مهمة بدنا نركز عليها معك، هي التفاعل الأسري قديش بينتقل للأطفال وبينعكس على تعاملهم فينا نقول بالأسرة والمستقبل. أشرت إلى نقطة كتير مهمة، نحكي عن علاقة الزوج والزوجة، لأنه هن اللي لهم الأثر كتير كبير على تكوين شخصية أطفالهم، والاثنين اليوم عم نشوفهم عم يشتغلوا مو بس للأسف فرد واحد، وفي ضغوطات اقتصادية، اجتماعية، نفسية جدا جدا كبيرة. بس فعليا قديش فينا نضبط أعصابنا ضمن المنزل، لأنه أي شيء بيلقطه الطفل هو بيأثر على شخصيته، الاحترام المتبادل، كيف بيتعاملوا مع بعض، ممكن الخناق، في كسر، في يعني فينا نقول في خطوط حمراء لازم ما يتم تجاوزها عند الأطفال لفعليا يعني يكون في تفاعل أسري ينجح بالمستقبل. الخطوط الحمراء مثل ما قلتي كثير مهمة. يعني لما بيكون في دائما احترام، يعني لما يصير أي مشكلة الأب والأم لازم يعرفوا كيف يتعاملوا معها بطريقة صح، تبع أنه يكون في حوار بيناتهم، الحوار مو بس أنه سمعنا، لا، يكون في نقاش ونوصل لحل. هون الأطفال تلاقيهم بلشوا تعلموا هذا الموضوع. خلينا نحكي كمان عن كيف الأولاد ضمن هاي الظروف شو لازم يساووا، شو دورهم، كيف الأهل لازم يساعدوهم لحتى كلياتهم كأسرة واحدة خلينا نطلع من هالأزمة اللي نحن فيها. هلأ الأوقات كتير يعني الأولاد ما بيقدروا، يعني مثلا هلا انه مثلا في ضغط مادي، في ضغط مجتمعي، فاوقات كثير هن ما بيقدروا هذا الموضوع. فلما الاهل بيلاقوا انه الاولاد ما عم يقدروا، فبيعصبوا، بيتضايقوا، بينزعجوا، انه نحن عم نحاول نقدم لكم قدر الامكان، عم نشقف حالنا لحتى نقدم لكم وانتم ما عم تقدروا اي شيء. طبعا ما قال لي قدروا،
فدائما اول شغله يعني بتمنى من الاهل انه هن ما بدهم دغري شغلات سريعه من الاولاد. الموضوع بده تأني، ممكن يلاقوا هي يعني هلا يشتغلوا عليهم، بامتى بقى بيحصدوا بصير الحصاد؟ لما بيكبروا الاولاد، لما بيكبروا تلاقي لا انه الشيء اللي زرعناه فيه حصدناه بعدين. فدائما يعني مثلا كيف كمان بدنا نشجعه للولد انه نرجيه انه نحن ايه قديش مثلا كان احنا ماديا ما معنا تمام، وقديش في عنا ضغوط، اوقات ممكن نسلمه مصروف البيت لمده اسبوع. هي اكثر شغله ببلش بحس فيها، وخاصه مثلا اذا بلش عمر المراهقه، لانه بصير متطلباته كثيره وما بيعود بيقدر وبده شغلات او بده اوقات مثل رفقاته. فهون لما بنقول له تعال قال لك انت عندك هذا البادجت تبعك، هذا البادجت تبع البيت تبعنا، فانت حتستلم المصروف. تلاقيه بلش بقى بده يحسب ويقيم ويحط ويعمل انا المسؤول، اعملوا هيك لا تساووا، ليش اشتريتوا انتوا هيك؟ طبعا كمان نحن بنعلمه انه في عنا شغلات اولويات، في شغلات لا عيب نحكي فيها، في شغلات لا يعني عادي انه نحن نتناقش فيها. فهون بقى الولد بتلاقيه بلشت ينزرع فيه انه انا عم حس بالاسره تبعي، عم حس انه قديش الضغط هو ثقيل عليهم. فدائما كمان لما بيكون في مثلا كل يوم لازم الاسره تجتمع، يعني نقيم الموبايلات من ايدنا، نقعد كلياتنا نحكي، كل مرة نعمل مثلا الأب أو الأم يعني يحطوا موضوع للنقاش، مو شرط موضوع أسري تمام، ممكن موضوع عائلي، موضوع اجتماعي، خلينا نقول بشكل عام. هون بقى الولد بقى بصير بيدخل بهذا النقاش بطريقة صحيحة. طبعا كمان بنعلمه مو منسكته لا، ومو منخليه أنه مثلا ياخد راحته كتير. يعني إحنا المشكلة اللي عم تصير عند الأهل أنه يا أما عم يتركوه على راحته بشكل كتير كبير وأوبن وعادي وفريندلي ونحن مثل رفقات، لا نحن ما لنا مثل رفقات، نحن في علاقة حلوة بيناتنا، لكن نحن أب وأم تمام وأنتوا أولاد. فهي أهم نقطة. فدائما لما بيكون في حوار نقاش بعدة مواضيع ندخلهم ايه مثلا شو اللي صاير بالعالم، كل مرة نحكي عن قصة معينة، يعني نحاول دائما مثلا نشتغل على مواضيع تطوير الذات، تطوير الذات لكل العائلة. يعني مو بس مثلا نحن بدنا نقعد مثلا يا اما نتفرج على شيء او نتخانق، يعني هي هذا الشيء اللي صاير، يا اما نايمين يا اما كل واحد بيقرنه، لا دائما لازم يكون في شيء مشترك، اذا مو يوميا على الاقل مرة بالاسبوع. هاي الجلسة بتصير عند الأطفال شغلة مقدسة جدا، يعني وبيتعلموا منها كتير مهارات، مهارات أسرية، مهارات بحياتهم العملية، حتى بيلاقوا إنه تحصيلهم الدراسي بلش يتحسن. ليش الولد أوقات حتى تحصيله الدراسي بيكون ماله منيح؟ نحن أكتر شغلة كأهل منركز على التحصيل الدراسي، وأوقات كتير مننسى المواضيع الثانية. التحصيل الدراسي هو السبب الأساسي فيه إنه الحالة النفسية عند الطفل أو عند الولد أو البنت، إذا ما كانوا بحالة مرتاحة فالتحصيل العلمي تبعهم ما حيكون جيد، حتلاقيهم عم يتدهوروا وعم يرجعوا لورا. أما إذا كانوا هن بحالة راحة، كان في سلام طمأنينة ضمن الأسرة، منلاقيهم أنه الحالة تبعهم بالعكس، التحصيل العلمي تبعهم صار أفضل، قدموا جابوا علامات أعلى، فاتوا مثلا كجامعة أو فرق معين حسب هن ما بيحبوا. فهون بقى دائما منلاقي بعدين مثل ما قلنا كل شيء منزرعه نحصده بعدين. وهون كان بدي أسألك، نحن اليوم عم نحكي عن التفاعل الأسري ودوره ببناء الإنسان وبناء الأسرة وبالتالي بناء مجتمع أيضا. نحن اليوم عم نمر بصورة عم نكشف فيها كتير مشاكل مجتمعية متجذرة، يعني مبارح خبر من الأخبار مر ونزل وهو حالة قتل بالشارع ناتجة عن سأر، واحد قتل الثاني بوضح النهار بالشارع إطلاق رصاص لأنه في عنده مشكلة سأر قديمة. هيك نوعية أخبار ممكن تمر وتنسمع اليوم، ما عاد في شيء نوع من الضوابط أنه أنا سكر التلفزيون ما رح يسمع شو عم بيصير أخبار بالدنيا، هو بده يتعرض له، بده يسمعها من الإنترنت، بده يسمعها من أحد من رفقاته بالشارع، في أحاديث كتير ممكن تدور وهي بتأثر بشكل ما وبآخر على نوعية كيف بيقرأ هذا الإنسان المجتمع وكيف ممكن يتعامل معه. خلينا نحكي عن نوعية وكيفية التفاعل الأسري، قديه مهمة تتغير اليوم، ما عاد بس أنا بدي ناقش وأفرض رأيي كأب أو كأم،
بقضية من المجتمع ممكن رأيي هو يكون غلط، أنا عم بعمل صح هذا التفاعل الأسري، بس هل نتيجة هذا التفاعل صح عم تكون صحيحة على الأطفال أو الأبناء؟ هلأ لذلك أوقات كتير لما بيكون في هاي الجلسة اليومية بصير بنعرف الأولاد هن شو عم يسمعوا شو عم يشوفوا، ينطرح هذا النقاش إنه ليش هيك صار، شو اللي صار، مو إنه نسكر على الموضوع، لا نحكي نشرح أو نستهجن يا لا لطيف لا لا تعال آخر زمان ايه خلصت تمام. هيك انتهى النقاش صح هذا اللي عم يصير، لكن لا لما منجيبه يعني بيكون في جلسة حوارية نتناقش خلينا نسمع كمان هو شو رأيه صحيح. أوقات بهي الجلسة هلأ الأهل كمان في شغلة يعني أوقات يتوقعوا أنه يسمعوا شغلات غريبة من الأولاد ما كانوا متوقعينها يعني ممكن سلبية وممكن إيجابية، فهون إذا لقوا شغلة سلبية لا يتأنى الأب وخاصة الأب أوقات يعني بردة الفعل ايه بيكون ردات فعل لا استنى اسمعوا للآخر حاول تفهم شو بيفكر هذا الولد، ما بدنا لبعدين بعد ما بيكبر نكتشف شو كان عم يفكر من طريقة سلوكياته تمام، يعني مثل هذا الشخص يلي قتل هو نتيجة في عنده قديش عنده حاطط حقد 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 موروثات لو ممكن أهله مربينه على هذا المبدأ طبعاً. يعني ما يحكي مبدأ السائر لما بيكون في نقاش مثلا بدي أفتحه مع أسرتي بيقول لك إنه بس أبو أمه هيك مربينه أنا تربيتي مختلفة يعني صحيح. هذا السائر إنه هن من العرف والعادات التقاليد جذرت صحيح تختلف للأسف. وللأسف كتير تؤثر يعني نحن وصلنا يمكن بال 2022 لذلك مع هذا التطور في عادات وعرف وتقاليد للأسف مؤذية على صحة الأطفال وعلى المجتمع وخصوصا خلال الحرب بعشر سنوات ضغوطات اجتماعية واقتصادية أثرت على المجتمع المحلي اليوم لما نشوف كثير من العنف اللي عم نشوفه بالآونة الأخيرة الأسري ضد الأطفال ضد الزوجة عنف لم نشهده من قبل أو يمكن ما كان مسلط الضوء عليه بشكل كبير قدي كمان بتأثر لما أنا هي كلها ياتا بالمحيط وبتلعب دور كثير في صعوبة اليوم يعني على الأهل تحصين أطفالهم تربيتهم جداً صعبة يعني بتلاقي الأم عم تحاول الأب بس ممكن موقف صغير برا بالمدرسة بيأثر رفيق بيأثر مجموعة أو المدرسة كمان ممكن تأثر بشكل كبير لذلك دائماً ممكن عن طريق ألعاب نوصل أفكار للأطفال وحتى للكبار يعني حتى الكبار يعني وخاصة بعمر خلينا نقول المراهقة فكتير كمان بيحبوا فيه يكون فيه تفاعل يكون فيه لعبة هنا ليش لاقيهم حاطين الموبايل لأنه في شيء ممتع أما مثلا إذا بدهم يقعدوا مع أهلهم ويقعدوا يعملون إياها كمحاضرة بيملوا وما حنستفيد بشيء فلا لما نقعد نحكي ممكن من طريق لعبة من طريق قصة من طريق حوار معين من طريق الولد لما بيحس أهله عم يستمعوا له مو يسمعوا استماع يعني عم يستمعوا بكل حواسهم وإصغاء وحاولوا يفهموا هو شو عم يحكي وشو أفكاره بدون ما يردوا عليه ويفكروا دغري إنه نحن شو لازم نرد شو لازم نساوي هم تلاقوا الشاب إن كان طفل أو إذا صار شاب تلاقيه لا عم يحاول يفهم أكثر عم يحاول يناقش بطريقة صحيحة أكثر أهم نقطة الأهل دائما بقولها لازم يشتغلوا على حاله ولازم يشتغلوا على حالهم ويطوروا من ذاتهم قبل ما يتزوجوا والأفكار خلاقة ممكن تكون كمان بطريقة أو صحيح. صحيح قبل ما يتزوجوا دائما يطوروا من ذاتهم يشوفوا نحن شو عنا مشاكل أنا شو عندي نقص بشخصيتي لازم طورها أما هون تلاقيهم يعني خلاص لا تزوجنا وبلشت الخناية ولا بيحاولوا يلاقوا يعني حلول لإلها تلاقي بعد فترة مثلا 20-30 سنة اتطلقوا طب ليش؟ نحن دغري لما منحل مشاكلنا بأول فترة ومنحاول نحن نطور من ذاتنا كأهل هم بقى الأسرة يعني بتنشأ على مبادئ صحية على مبادئ فيها مودة فيها رحمة فيها حوار فيها نقاش وحوار صحيح يعني أوقات كتير دائما ننشر وبينشروا كل أشخاص التنمية والعالم كله حوار بين الأزواج حوار بين الأزواج طب أوكي لكن هل عم يكون عن جد حوار يعني حتى صارت كلمة حوار يعني هل هو فعلا حوار فعال يعني ما عادت يعني كلمة يعني ذو قيمة يعني صار ايه يلا تعالوا نتحاور طب شو يعني تتحاوروا بتعرف شو يعني تتحاوروا يعني كل واحد يستمع للتاني بنية الفهم انه انا حاول افهمه هو شو في باله وحاول نوصل لشيء مشترك يعني مو دائما يكون في سيطرة شخص او فرد من افراد العائلة على الاخرين طبعا لانه كمان هاي النقطة لما بيكون في اوقات كتير كمان يعني امبارح كان في وحدة عم تحكي لي انه صار في مشكلة بينها وبين اولادها يعني دائما عم يتقاتلوا دائما عم يتخانقوا فبتصير عندها حالة خوف انه هل هدول الاولاد بكرة يعني وقت يكبروا شو حيصيروا فيعني انه هل عن جد بحبوا بعض ولا هن بيكرهوا بعض هل بيغاروا من بعض فهون
الأهل كتير لما بيكون في الأب له دور بهذا الموضوع، الأب دائما للأسف عم يكون يعني بس مغيب عن الأسرة، عم يروح بس يجيب إنه المصاري، وآخر شيء يعني عم يصير في يعني التربية، التربية هي مشتركة بين الأب والأم، الأم لحالها ما بتحسن تربي والأب لحاله كمان ما بيحسن يربي، إذا ما كان في شيء مشترك بيناتهم دائما عم يشتغلوا هن اثنين صح، مو واحد مثلا بيقرر قرار الثاني بيجي بينصفه بيلغيله يعني. تمام، العائلة كلها بتلغيه تمام، أو إذا كان معصب بياخد قرارات مفاجئة وبيلغي ما بيرضى يتناقش تمام، وما بيقدر يتناقش وبيعمل بس إطلاق أحكام وقوانين صارمة، فدائما الأهل أب وأم دائما طوروا من ذاتكم، انتبهوا لحالكم، إذا عندكم حالات ضغط حاولوا تفرغوها بطريقة ما يعني بعيدا عن الأولاد حاول نلاقي حلول لمشاكلنا، يعني يفرغوا بعض يا بالأولاد نصيدهم يعني ما في حل ما في حل وسط يعني معلومات كثير مهمة اليوم ونصائح من الاستشارية الأسرية رهف تسابحجي، بدنا نتشكر وجودك معنا ودائما بتعطينا هيك أفكار، بنتمنى نكون عم بنشارك مع الناس بأنه يلاقوا هاي المساحة شوي هيك أفكار صغيرة لنحل مشاكلنا بالنهاية ونعيش بسلام أكيد. شكرا لك، شكرا لكم.